السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطبيعي إن كل شخص له ذراعان، والطبيعي أيضا إن كل شخص هو اللي بيتحكم فيهم، لكن تصحى الصبح تلاقي ذراع منهم بيتحرك لوحده ومش قادر تسيطر عليه. هنتكلم النهاردة عن متلازمة اليد الغريبة. أهلا بيكم. كتير منا ما يعرفش إيه هي متلازمة اليد الغريبة أو اليد الفوضوية. هي حالة مزمنة يعاني فيها الإنسان من عدم القدرة على التحكم بحركات يده، وده بسبب إصابة في المخ اللي بيجعل الإنسان المصاب بهذه المتلازمة يعاني من عدم القدرة على التحكم بحركات يده، وكأن يده تتحرك من تلقاء نفسها وفي نفس الوقت غير قادر على السيطرة على تحركاتها. كما إن الشخص المصاب بمتلازمة اليد الغريبة يشعر كأن ذراعه ليست جزء من جسده، بمعنى إن اليد تصبح كما لو كانت جسد منفصل. تم اكتشاف أول حالة في ألمانيا أصيبت بمتلازمة اليد الغريبة في عام 1908 ميلادية على يد دكتور ألماني يسمى كورت غولدشتاين، وهو أحد دكاترة المخ والأعصاب في ألمانيا، حيث وصف جولدشتاين في تقريره عن امرأة ألمانية أصيبت بجلطة في المخ أدت إلى حدوث خلل في الجانب الأيسر من جسدها. فوجئت السيدة بأن يدها اليسرى مختلفة عن اليد اليمنى وتتعامل كما لو كانت لشخص آخر. تحدث متلازمة اليد الغريبة نتيجة حدوث خلل في أحد فصي المخ يؤدي إلى اعتماد المريض على النصف الآخر من المخ. ويمكن أن تحدث هذه الإصابة نتيجة لعدة أسباب، منها إصابة جزء من المخ يسمى الجسم السفلي، التعرض للضغوط والصدمات الشديدة، الإصابة بورم أو التهاب في المخ، حدوث تمدد في الأوعية الدموية الواصلة للمخ، إصابة الشخص بالسكتة الدماغية، الإصابة ببعض الجروح في القشرة الجدارية الخلفية من المخ. أما الزهايمر فيعتبر من أحد عوامل الإصابة بمتلازمة اليد الغريبة. جميع هذه الأسباب تؤدي إلى حدوث خلل في أحد فصي المخ مما يسبب مرض متلازمة اليد الغريبة، وبالتالي يؤدي إلى اعتماد الإنسان المصاب على نصف واحد فقط من الجسم، إما الأيسر أو الأيمن. عند إصابة الإنسان بهذه المتلازمة يصبح غير قادر على التحكم في الحركات الإرادية للذراع والشعور بأن هذه اليد الغريبة جسم منفصل عن جسمه. ومن أهم أعراض متلازمة اليد الغريبة أن يقوم المريض بعمل بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها أمام الناس، مثل لمس المناطق الحساسة بالجسم وتقطيع الملابس وشد الشعر، ويتعامل كما لو كان إنه مجنون. كما تقوم اليد المصابة بفعل أمور وأشياء عكس اليد الغير مصابة، بمعنى إنها ممكن أن تملأ فم الشخص المصاب بالطعام.
ويمكن أيضا لليد المصابة أن تقوم بخنق أو ضرب أي شخص موجود بجوار المريض، حتى إنها ممكن أن تقوم اليد المصابة بخنق المريض نفسه، وبالتالي فهي تشكل خطر على المريض وعلى من حوله. كما إنه في بعض الأحيان ترتفع اليد المصابة، وعادة ما تكون اليد اليسرى، في الهواء دون داعي. للأسف لا يوجد علاج أو دواء قادر على التخلص التام من مرض متلازمة اليد الغريبة، ولكن هناك طرق وأساليب لزيادة تحكم العقل في اليد المصابة وتقليل حركتها اللا إرادية. ومن الطرق المستخدمة أن يتم إشغال اليد المصابة بأي شيء حتى يتم تدريب المخ في التحكم الكامل